نحن صراحة الطالب يعني لا شك أنه يحتاج إلى أمور ثلاثة، إلى تربية دينية روحية، وإلى تربية عقلية، وإلى تربية بدنية. هذه أنواع الثلاثة يحتاجها الطفل يعني شئنا أم أبينا. هذا ما أثبته علماء نفس الطفل من الغرب أكيد. واليوم يعني هذا يعني هذه عقيدتنا وهذا منهجنا. فالطالب يحتاج كما يحتاج إلى المدرسة أكيد. ليتعلم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب، يحتاج إلى المعاهد القرآنية ليحفظ القرآن الكريم، إذ أن القرآن الكريم صراحة له أهمية كبيرة للطالب من حيث أولا تقويم اللسان. نعم، هذه النقطة ربما كنا نتناقش بها أنا وأنت يعني. نعم. يعني الآن الطالب عنا نعاني في مدارسنا أن الطالب يعني يلحن في لغته الأم اللغة العربية. ما أسباب اللحن؟ أنه لم يقوم لسانه بتلاوة القرآن، ولم تصح أخطاؤه وهو يقرأ القرآن. فعندما هذا الطالب يلتزم معهدا من معاهد تحفيظ القرآن، تراه يعني سليما النطق، تراه قويما اللسان، فهذا يؤثر جدا. والأمر الآخر أستاذ محمد، أن الله عز وجل جعل مدارسة القرآن، مدارسة القرآن وحفظه، جعلها يعني سبب لفتح المدارك العقلية.